مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، وصلنا لفقرة فنية جدا. زي ما قلنا في البداية، كل سنة يوم ذكرى أكتوبر 73 بيكون فيه أوبرات ضخم جدا بيحيي هذه الذكرى. اتعودنا عليه من واحنا صغيرين، كل سنة يمكن اتعودنا ان شكله بيبقى واحد، ما تعودناش انه بيكون له أي إضافات. السنة دي كان فيه طبعا تغييرات كثيرة جدا بعد ثورة 25 يناير، وكان في فنانين ومطربين كبار جدا اشتركوا في هذا الاوبريت. والنهارده معانا منورانا احد المطربات اللي كانوا موجودين امبارح في الاوبريت، الحان. صباح الخير. صباح النور. نهارك سعيد. ميرسي يا ربنا. قولي لي بقى، احكي لي ازاي يعني تم ترشيحك للاوبريت ده؟ هو انا في ورشه مركز الابداع الفني في دار الاوبرا المصريه مع استاذ خالد جلال. هو طبعا اللي رشحني الاستاذ وليد سعد، خلاه يسمع صوتي وقال لي انا هخلي لك اغنيه مع كنا رايحين له انا ومجموعه من معايا في المركز، وهو اختارني وعمل لي اغنيه غنيها في الاوبرا، واختار لي الاغنيه اغنيه الفتنه الطائفيه وغنيتها في الاوبرا. اعتقد المركز ده المفروض مركز للتمثيل ولا لل لا هو ده مركز بمعد الفنان الشامل، يعني هو في تمثيل وغناء واستعراض والقاء. والقائمين على الاوبرات هم اللي طلبوا من المركز انه يرشح ناس. بالظبط. ورحتي واختاروا لك اغنيه الفتنه الطائفيه، احكي لنا الاول عن الاغنيه شو. هي الاغنيه طبعا احنا محتاجينها دلوقتي جدا في الوقت اللي احنا بنمر فيه ده، خصوصا ان في ناس كتيره بتحاول ان هي توقع باي طريقه، فكانت طرق يعني طريقه من الطرق الكتير دي الفتنه الطائفيه. بس فهي كانت بتتكلم على ان مفيش بينا فتنه طائفيه، وان احنا من زمان جدا بنتربى في الشارع مع بعض، مسلم ومسيحي وفي كل حته مع بعض، يعني مفيش الحته دي مش موجوده فينا خالص. مين المؤلف ومين الملحن؟ استاذ عوض بدوي المؤلف، الملحن الاستاذ وليد سعد، الموزع الاستاذ عادل عايش. استاذ عوض مؤلف الاوبرات كله؟ كله. صحيح. هو كام اغنيه؟ هو الاوبريت كان 11 اغنيه تقريبا، عدد كبير. لا كان يمكن اكتر كمان، انا مش فاكره بالظبط. وكمان كان فيه، هو فكرته كانت جديده شويه عشان هو كان فيه شعر في النص كمان. اكيد هعرف منك اكتر عن التحضير وتقسيم الاوبريت كان عامل ازاي، بس عايزين نشوف جزء من الاغنيه اللي غنيتها الحان امبارح عن الفتنه الطائفيه، ونرجع نكمل كلام.
مرة تانية معاك والحان جميل جدا الأغنية وأنا أول مرة أشوف الأوبريت دلوقتي بس واضح إن هي أغنية جميلة واضح إن التحضير للأوبريت ده خد وقت طويل. خد منك قد إيه؟ خد مني أنا يعني هو بصراحة اللي تعبه بجد يعني اللي تعبه بجد أستاذ وليد سعد، أستاذ عادل عايش، أستاذ عوض بدوي، لأن أنا كنت بغني الأغنية بتاعتي، يعني أنا كان ليا الأغنية بتاعتي اللي بغنيها وبطلع في الآخر معاهم وخلاص. إنما هم كان مطلوب مثلا من أستاذ عوض إن هو يألف للمطربين كلهم أغاني، أو هو اللي متولي الأوبريت كله، كذلك الأستاذ وليد سعد والأستاذ عادل عايش. ويعني مثلا الراقصين تعبوا جدا برضو، يعني هو الأوبريت كله على بعضه كان محتاج تعب من الناس كلها. كان في محمد الحلو ومدحت صالح ونادية مصطفى، كلهم مطربين كبار، حسيتي بإيه وأنت بتشتغلي معاهم؟ هي أنا حسيت إن أنا بس يعني وانا بشكر استاذ خالد جدا جدا لان هو خلاني اخد خطوه قبل الخطوه. يعني انا مش في نجوميتهم ومع ذلك وقفت معاهم على الستيج وغنيت معاهم، انا كنت فرحانه جدا. يعني عارفه الاحساس ده اللي هو يعني المفروض الخطوه دي انا اعملها بعد ما يكون مثلا نزلت البوم ولا حاجه وواقفه عادي، انما انا لسه مش منزله اي حاجه وفي ناس، يعني مش في ناس، لو انا تقريبا ما حدش يعرفني خالص لسه. فوقفت مع كام نجوم دي حاجه مش هنساها طبعا. اكيد انا عارفه ان الاوبريت كان بيضم عدد كبير جدا من الاغاني، بس كل اغنيه فيهم كانت بتتكلم على موضوع معين. يعني كان في اغنيه سموها المحروسه وانا لسه ملازم مصر النهارده وكل الناس، التقسيمه دي جت ازاي وايه المواضيع اللي كان بيتكلم عنها؟ هو كان بيتكلم من قبل ثورة 25 يناير لغاية ثورة 25 يناير والحاجات اللي الناس كانت بتحاول توقع بينها بين الشعب المصري وما نجحوش. فكان بيبقى مثلا كان معانا الأستاذة سوسن بدر والأستاذ محمود الجندي والأستاذ أحمد بدير والأستاذ حمادة بركات، كانوا بيطلعوا يقولوا كل مرة شعر عن موضوع، يعني مثلا عن الكلية الحربية. فيطلع الأستاذ وليد حيدر يغني أغنية عن الكلية الحربية الفتنة الطائفية، فتبقى الأغنية الفتنة بيبقى في مقدمة الأول للموضوع اللي هتنشر الأغنية وبعدين بتبتدي الأغنية. طب احنا دلوقتي شفناكي في الأوبريت بس عايزين نسمعك لايف. حاضر أوكي. تغني إيه الأول؟ هغني يا أغلى اسم في الوجود. تمام. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر وكل خطوه بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوه بنصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. جميل يا الحان. قولي لي انت اخترتي الاغنيه دي ليه؟ عشان انا بحبها قوي. اغنيه وطنيه ولا عشان النهارده ذكرى اكتوبر؟ لا غير كل ده، عشان هي الاغنيه حلوه، يعني كلامها حلو ولحنها حلو. والاغاني دي مهمه قوي دلوقتي، يعني في اللي بيحصل في البلد دي، يعني كل حاجه بيبقى ليها عوامل ايجابيه. الغنى عامه يعني مثلا في الثوره كانت الناس كلها بتسمع اغاني وطنيه كتير جدا. فكانت بتزيد حبك لمصر. طب انت شايفه ان الاغاني الوطنيه دلوقتي زي زمان؟ يعني ذكرى حرب اكتوبر وفي اوبرات كبير جدا اكيد بيخرج منه اغاني كتير لازم نبقى بنرددها طول السنه، حاسه الناس بتفضل فاكراها باقي السنه، الناس بتفضل ترددها فاكراها زي اغاني الثوره زي الاغاني اللي طلعت اول ما كسبنا الحرب. هو مفيش حاجه زي زمان. بس هو احنا مطالب مننا ان احنا اصلا احنا هنعمل ايه؟ هو جيل لازم احنا نبقى تبع الجيل، مش هنفضل الدنيا بتتقدم واحنا برضو لسه عايزين الاغاني تعلق زي زمان. لا في نجوم كتيره جدا بتغني، دي اول حاجه. فصعب اساسا، يعني انت هتبقي قاعده ومش فاكره مين بيغني ايه، تتلخبطي بين المطربين كلهم. ناس كتيره تقريبا كل يوم بيطلع ناس كتيره جدا، بس الاغنيه الوطنيه دايما بتكون ليها طبع مميز، يعني طبعا مختلف عن ما هي دي بقى الفكره. يعني
الأغنية الوطنية زمان كانت بتعلق جدا، علشان معظم الوقت كانت بتبقى في، يعني مش كانوا بيغنوها عادي كده، كانت بتبقى مناسبة جامدة جدا فغنوها، زي مثلا الأوبريت ده، فعشان كده كانت بتعلق مع الناس. يعني ومثلا يعني في 6 أكتوبر والحاجات دي كلها معلقة مع الناس اوريدي، فالأغاني طبيعي تعلق مع الحدث. طب الفترة، أنا الأول عايز أسألك على أغنية الفتنة الطائفية، إيه اللي حاولتي تركزي عليه؟ إيه اللي كان نفسك تقدميه امبارح وقدمتيه؟ هنا كان نفسي اقدم حاجه، ده يعني اوري الناس قد ايه الموضوع بسيط، بس يعني ما فيش ولا فتنه طائفيه ولا في اي حاجه، وان زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا مسلم ومسيحي مع زمان، من زمان جدا مع بعض، ما فيش الكلام ده خالص ما بيننا. عايزه اوصل بس ان الفكره قد ايه بسيطه، دين ودين ملهاش اي علاقه بالخلافات او كده، دين انسان ودين انسان تاني، يعني ملهاش اي انا علاقه. عموما هي الاغنيه دي مناسبه جدا للفتره اللي احنا بنمر بيها دلوقتي للاسف. بس قولي بقى، الجديد بالنسبه لك هيكون عامل ازاي؟ ناويه ايه؟ هو انا الاول بس احب اوضح ان انا ماضيه مع الاستاذ هاني محروس شركه ان جي ميوزك، وان شاء الله باذن الله احنا لسه هنبتدي نشتغل، وفي اغنيتين بتحضري لسه. الالبوم يعني؟ لا الالبوم لسه شويه، لسه ما ابتديناش في الالبوم يعني، بس ان شاء الله يبقى في اغنيتين نازلين قريب ان شاء الله باذن الله، وبعدين نبتدي نحضر الالبوم. اكيد. طب انت في ورشة عمل كاملة، هتتجهي التمثيل برضو ولا تكتفي طبعا بالغنى؟ انا مع استاذ خالد يعني انا بمثل دلوقتي، مع يعني انا مع استاذ خالد بمثل طبعا في المركز، وبنغني وبنعمل صوره، بنعمل كل حاجه في المركز. فهو في الاوبرا انت بتتعلمي ماده تطلعي تعرضيها على الناس، تعملي عرض، فاحنا عملنا عرض غنى الوطن دلوقتي بيتعرض، حلو الكلام القاء، وان شاء الله هيبقى في عرض الاستعراض، وبعدين هيبقى عرض التمثيل. فانا يعني لازم عشان اتخرج من المكان اعمل العروض دي، فطبيعي لازم تمري همثل. بكل التجارب اللي موجودة فانا فيه. همثل يعني. تمام. الحقيقة إنك كانت أحد المشاركات امبارح في أوبيرات ذكرى حرب 73، وبشكرك نورتينا، ميرسي، ربنا يخليك. ونشوفك إن شاء الله المرة الجاية يكون عندك ألبوم ان شاء الله باذن بإذن الله. الله. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات كتيرة في نهارك سعيد، بس بعد الفاصل.